أسبغت على الإنسانية نعم كثيرة، ربما أعظمها هي المخيلة. ففي النهاية مخيلتنا هي التي تمكننا من بناء العالم من حولنا. لعل الأمثلة الأكثر وضوحاً هي الأبنية المذهلة والعمارة. ولكن أي من تصاميم العمارة علينا مشاهدتها خلال حياتنا؟ اكتشف ذلك من خلال برنامج أفضل 10 فنون معمارية. تعتبر المتاحف كنوز التاريخ البشري. لقد كانت في الماضي حكراً على الخاصة، وبعد زمن أصبحت مقتنياتها متاحة للعامة. بدأت الأبنية المخصصة لحفظ وحماية وعرض المقتنيات بالظهور، إما بتحويل المباني الموجودة في الأصل أو بتشييد مباني جديدة لهذا الغرض. المتاحف العشرة التي سنشاهدها في هذه الحلقة هي من بعض أكثر المباني التي يتردد إليها الناس في أنحاء العالم، كل منها مشهور بتصميمه المدهش. متحف غوغنهايم بيلباو، إسبانيا. على الضفة اليسرى لنهر نيريون في بيلباو، أكبر المدن الإسبانية الباسكية، يقع متحف غوغنهايم بيلباو المميز. قام بتصميمه المهندس المعماري الشهير ذو الأصول الكندية فرانك أوغيري. إنه مثل مستحدث يحتذى به في الطراز المعماري في القرن العشرين. يقوم متحف غوغنهايم بعرض الفنون المعاصرة والحديثة، وهو أحد ثلاثة متاحف تقوم بإدارتها جمعية سالمان آر غوغنهايم التي تأسست عام 1937. في أواخر عام 80 قامت السلطات الباسكية ببذل جهد كبير لتجديد المتحف. في عام 91 اقترحوا على جمعية غوغنهايم بناء متحف في منطقة ميناء بيلباو سابقاً وعرض الآثار من متحف غوغنهايم. إن قمتم بمقارنتها مع متاحف حديثة أنشئت منذ فترة، يمكن للميزان أن يرجح لكفة أن العمارة تطغى على المكان ويصبح دور الفن ثانوياً، وبعدها يصبح الأمر صعباً. اختارت الجمعية تصميماً جريئاً متفرداً من قبل غيري الذي حاز على جائزة بريتسكر للعمارة في عام 89، وهي جائزة نوبل للعمارة. قام غيري بتصميم مبنى منحن غير اعتيادي الشكل من الزجاج والكلس ويدعمه الفولاذ. تغطي المبنى 33 ألف طبقة من التيتانيوم العاكس للضوء، والتي يتغير لونها وفقاً لظروف الطقس والضوء. هذا المبنى أصبح صفة لطريقة التفكير بأكملها. أقيم المبنى على موقع مساحته 32 ألف متر مربع عام 93، وتم افتتاح المتحف بعد 4 سنوات، عندها كان ملك إسبانيا خوان كارلوس الأول. قلب المتحف وإحدى خاصياته المميزة هو السقف الزجاجي، تمتد حوله الطبقات الثلاث التي تحضن دور العرض، بارتفاع 50 متراً وبجدران زجاجية ضخمة مكونة من الستائر يطفح الأذين بالضوء وتغطيه قوة معدنية على شكل وردة. تصل دور العرض الـ20 في المتحف ببعضها شبكة من الأزقة المنحنية والسلالم والمصاعد الزجاجية، تقدم زوايا رؤية مختلفة لمساحات العرض التي تشغل ما يقارب 11 ألف متر مربع.
بعض دور العرض تم بناؤها وفق خطوط كلاسيكية، بينما أخرى أكثر تفرداً أو أكثر عضوية في الاتساق. لا تعلم شيئاً عما في داخلها، ولكن عند رؤيتك لهذه الأشكال تشعر بمدى اتساقها. لا أحد بإمكانه أن يصف لك ما في الداخل بالفعل. أكبر دار عرض يبلغ عرضها 30 متراً وطولها 130 متراً، وهي خالية من الأعمدة بالكامل. تحتوي على النصب التذكاري الخاص بريتشارد سيرا الذي أطلق عليه اسم مادة الزمن، يتألف من تمثاله الضخم الفولاذي البالغ طوله 100 متر الأفعى وسبعة تماثيل جديدة موضوعة حوله. خارج دار العرض وبشكل حاذق تم دمج جسر يستخدم كطريق سريع إلى التصميم الخارجي للمتحف. نصفه تمثال ونصفه الآخر مبنى. يعتبر متحف غوغنهايم بيلباو من أكثر المباني المنشأة بالأسلوب التفكيكي إثارة للدهشة حول العالم. أهم مبنى من صنع المعماري جيري، وهو الأيقونة الأبرز في مدينة بيلباو. متحف رايكس، أمستردام، هولندا. إن متحف رايكس الأول تم افتتاحه بالأصل للعامة عام 1800 بصفته دار العرض الوطني في هيج. بعد 15 سنة تم نقل جميع المقتنيات إلى العاصمة الجديدة أمستردام، وتم تسمية المتحف باسمه الحالي الرايكس أو المتحف الملكي. من خلال تحليل فن العمارة الحالي بإمكاننا أيضاً تعلم الكثير عنه. المبنى القائم حالياً في ساحة المتحف تم افتتاحه عام 1885 بعد 9 أعوام من العمل، وتم تصميمه من قبل المهندس المعماري الألماني بيير كيوبيرز، والذي صمم أيضاً محطة أمستردام المركزية وعدة كنائس في هولندا. التصميم القوطي المبني على القرميد الأحمر لمتحف الرايكس جمع ما بين الأسلوب القوطي وأسلوب عصر النهضة، واستخدمت مواد وزخارف من الفن الألماني بمظهر خارجي يشبه قصور الحكايات الخرافية، وقسم داخله بممر رئيسي مشكلاً فنائين داخليين. تم تزيين الواجهة بنقوش بارزة ومنحوتات وقرميد ونوافذ زجاجية ملونة. بينما تم زركشة الداخل بالرسوم الجدارية والفسيفساء والأعمدة المستطيلة. أجريت العديد من التغييرات خلال القرن العشرين للتخلص من أي زينة داخلية تنافس التحف المعروضة، وتم تبييض الجدران الملونة وإضافة غرف عرض للفنائين. خضع المتحف من عام 2004 إلى عام 2013 لتغييرات كبيرة بتعليمات من مهندسي العمارة الإسبانيين أنطونيو كروز وأنطونيو أورتيز. دمجا ما بين التصميم الخارجي للمتحف من خلال التسهيلات الحديثة كالتحكم بالطقس وخصائص الأمان. ربما كان التغيير الأكثر إثارة للإعجاب هو تحويل الفنائين إلى أذين مزدوج يربط بينهما ممر سفلي. التحدب في زجاج يعكس أشعة الشمس في الفنائين. قاعة ومتجر المتحف يقعان تحت الأرضية المكونة من الحجر الكلسي بانخفاض 9 أمتار تحت مستوى سطح البحر.
بإمكانك ربط هذه الأبنية القديمة بمنظومتها وبنيتها وأفكارها. هنالك الكثير من الأفكار الجيدة في هذه الأبنية القديمة. في بعض القاعات الرئيسية في المتاحف بما فيها دار عرض نايت ووتش المصممة لتكون واجهة عرض للوحة رامبراند الشهيرة العالمية والتي تحمل ذات الاسم، قام فريق من الخبراء بالترميم بالعمل عليها. في الأصل تم تصميم الشكل الداخلي لدار العرض من قبل المصمم الفرنسي جان ميشيل ويلموت المصمم الداخلي لمتحف اللوفر. يعرض المتحف أكبر مجموعة من اللوحات الألمانية في العالم من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، وأكثر ما يحتفى به لوحاته من القرن السابع عشر العصر الذهبي للفن الألماني بما فيها أعمال للفنانين رامبراند وفرانس هولز. اليوم يعتبر متحف رايكس حالة للدراسة، وهي كيفية استجابة الحلول الخلاقة لتحدي ترميم بناء سبق أن كان كنزاً وطنياً. لقد تمت إعادة بنائه أكثر مما تم ترميمه. متحف أندرستروم، أنتورب، بلجيكا. يعتبر هذا المتحف الأحدث بين متاحفنا العشرة والوحيد الذي يتمتع بعرض مقتنيات غير مكرسة لتاريخ الفن والفنون الجميلة. بدلاً عن ذلك يركز هذا المتحف على الأنتوغرافيا، دراسة الأجناس والسلالات البشرية وتاريخ المدينة البلجيكية أنتورب والعلم الذي وصلته المدينة ببعضه لقرون بواسطة مينائها. المتحف على ضفة النهر، اختصاره ماس، يقع على الضفة اليمنى لنهر الشيلد بين أقدم رصيفين في أنتورب في مجال الهانزياتيك هاوس السابق، وهو مخزن ومكتب تجارة وشحن مهم جداً إلى أن احترق بالكامل عام 1893. في عام 2000 فازت شركة نيوتلينغز راديتشيك المعمارية الألمانية بالمناقصة لتصميم المبنى الجديد للمتحف. استغرقت عملية البناء 4 سنوات من العام 2006 حتى العام 2010. افتتح المتحف بمعرض تحت عنوان 5 قرون من الصور في أنتورب، وقام بعرض أسياد المدينة كما صورهم الفنانون المعاصرون بين القرنين 16 و17. كما الحال في مبنى بومبيدو، بإمكانك أن ترى الناس عبر الواجهة يتحركون في الخارج. تستطيع فهم المبنى لدى رؤيته من الخارج، وأظن أنه من المهم أن تعطي الناس فرصة حقيقية لفهم البناء. تم بناء المخزن الصدئ الأحمر ذي الطوابق العشرة بشكل يحاكي مخازن القرن التاسع عشر النمطية في منطقة المرفأ. يشبه أيضاً كومة صناديق ضخمة مكدسة فوق بعضها البعض. البرج الذي يبلغ طوله 60 متراً مدعوم بخرسانة باطنية مركزية بداخلها المصاعد وسلالم النجاة. الهيكل الفولاذي والذي بالإمكان رؤيته في صلاة العرض تم فصله عن النواة، وتم وصل الجدران الخارجية للألواح الإسمنتية المسبقة الصنع بنهايات هذه الهياكل. يصل لمستوى معين ثم يرفعونه قليلاً فترى زجاجاً، ثم يرفعونه قليلاً فترى قرميداً. إنه مسل كالألعاب. يمكن تدوير الواجهة المصنوعة من الزجاج المحجر بمقدار ربع دورة لكل مستوى من المبنى. يبلغ طول الزجاج المحجر 5.5 أمتار، وتشكل المساحة الداخلية مع السلالم الدوارة نوعاً من السلم اللولبي، ويقدم إطلالات متعددة باستمرار للمدينة. يغطى المبنى بألواح كبيرة معدة يدوياً من الحجر الهندي الرملي الأحمر بطراز فسيفساء رباعي اللون معد بواسطة الكمبيوتر. الفكرة الرئيسية المتكررة عبارة عن زخارف معدنية على شكل يد، وهي ترمز إلى مدينة أنتورب، وتتكرر نفس الفكرة في الداخل. الساحة في أسفل البرج مصنوعة من الحجر الأحمر الطبيعي ذاته، وهي مكان مثالي للمناسبات والمعارض في الهواء الطلق. بناء المتحف كان جزءاً من إعادة بناء منطقة المرفأ والتي بدأت تعود إلى الحياة، كما تم تحويل المخازن القديمة إلى غرف علوية وافتتاح عدة أبنية ضخمة أخرى. متحف الماس أضخم متحف في أنتورب،
ومكان فريد من نوعه، وقد أصبح أيقونة للتجديد المدني الحركي. دار عرض يوفيتزي، فلورنسا، إيطاليا. يحوي المتحف أرقى التشكيلات من لوحات عصر النهضة، وبلا عجب يقع المتحف في فلورنسا في إيطاليا. تم تصنيف مركز المدينة التاريخي كموقع تراثي عالمي من قبل اليونسكو عام 1982. يقع دار عرض يوفيتزي قرب جسر بونت فيكيو الشهير على نهر أرنو، وبالقرب من بالازو فيكيو دار بلدية فلورنسا التي يقبع أمامها بعظمة نسخة مطابقة لتمثال ديفيد الذي صنعه مايكل أنجلو. تقع دار العرض في بالازو دالي يوفيتزي التي تم بناؤها بأمر من دوق فلورنسا كازيمو ديل ميديتشي عام 1559 لتحوي جميع مكاتب فلورنسا، أو كما يطلق عليها بالإيطالية يوفيتزي. صممها الرسام الشهير والمهندس المعماري جورجيو فاساري، ولكن ابن كازيمو ميديتشي وخليفته فرانشيسكو الأول هو من أصر على أن يكون الطابق العلوي مستودعاً لموسوعات فن ميديتشي. تم بناء دار العرض عام 1581 مع إتمام جناحها الشرقي. غالباً ما تتجول في غرف المباني التاريخية. تدخل الغرفة لترى معرضاً مبنياً على لوحات علقت على الجدران، ثم تدخل إلى غرفة فأخرى خلال دور العرض، وبإمكانك الوصول إلى المساحات. كانت دار العرض هذه متاحة للزوار من النخبة، ولكن عام 1769 ورث الإمبراطور الروماني المستقبلي ليوبولد من سلالة لورين أملاك أسرة ميديتشي الحاكمة بأكملها عند انقطاع نسلها. كان ليوبولد أول من فتح دار العرض للعامة. مثال كلاسيكي عن فن العمارة من أواخر عصر النهضة في فترة مانيريست، يشكل القصر شكل حرف يو مع فناء طويل وضيق تترصف فيه العواميد مع رواق مزدوج يصل بين نهر أرنو وبياتزا ديلا سينيورينا. الرواق المسقوف يمتد من الفناء حتى النهر ويشكل منظراً مبهجاً. المخطط المتماثل لخارج المبنى لا يتكرر في داخله. ينقسم التخطيط الأرضي إلى ردهتين وممرين من عدة أشكال وأحجام. يضم الطابق الأرضي بقايا الكنيسة الرومانية، إحدى الأبنية العديدة التي تهدمت قبل بدء العمل على بناء القصر. يأتي قلب دار العرض في الطابق الثاني على شكل قبة مثمنة الأضلاع. تعرف هذه القبة باسم ترايبيونا، وهي تعرض أهم التحف من تشكيلة ميديتشي. منذ زمن بعيد، عند عرض اللوحات في غرف العرض، تكون الجدران مغطاة بلوحات. لم يكن لديك هذا الشيء المتاح الآن في الفن المعاصر، عندما يكون لديك جدار أبيض كبير وعليه لوحة وحيدة، بل لديك 20 لوحة على الجدار. عبر العصور واصلت دار العرض في التوسع من الطابق العلوي حتى المستويات المنخفضة. مساحة المعرض في المتحف تضاعفت في الحجم خلال العقود الأخيرة المنصرمة نتيجة عمليات الترميم المستمرة. يزعم أن هذا القصر هو أجمل إنجاز معماري وتحفة لجورجيو فاساري،
وهو أول مبنى في فلورنسا تم تخطيطه كنموذج بتصميم مدني بالكامل. الإطلالات الجميلة من يوفيتزي عبر الأرنو هي برهان على عبقرية فساري الخيالية. متحف هيرميتاج، سانت بيترسبرغ، روسيا. تم إنشاؤه عام 1703 في العاصمة الجديدة اللامعة للإمبراطورية الروسية، والتي هي سانت بيترسبرغ اليوم، والتي تقع على بعد 100 كيلومتر عن الحدود مع فنلندا. تحوي المدينة مقر متحف هيرميتاج، الذي يضم موسوعة كبيرة لحوالي 3 ملايين عمل فني، يشمل معظم أهم الفنانين الأوروبيين. أربعة أبنية لأربعة وظائف مختلفة كبداية، وهي تنعكس على الماء. يتألف المتحف من 7 أبنية من القرن 18 إلى القرن 19. يشكل 5 من الأبنية قصراً هائلاً مترابطاً معقداً على ضفاف نهر نيفا. يتضمن هذا وينتر بالاس، المسكن الملكي السابق لملوك روسيا. منذ بدء إنشائه عام 1753، كان قصر وينتر بالاس الباروكي العملاق، الذي يحوي أكثر من 460 غرفة مزينة بترف يتوسع باستمرار. عام 1764 طلبت الإمبراطورة كاثرين إضافة جناح جديد، وهو فعلياً قصر آخر، بهدف أن يكون مكاناً تلجأ إليه هرباً من الرسميات في البلاط. قامت بإطلاق تسمية هيرميتاج عليه، وفرشته بحد أدنى ب255 لوحة لمبدعين فنلنديين وألمان. على الرغم من ضخامة هذه الأبنية، فإننا لا نزال نجد فيها الراحة. أعتقد أنه تم بناؤها بتنظيم تام. الهيرميتاج، المعروف حالياً بالهيرميتاج الصغير، تم بناؤه على مرحلتين. أولاً، مهندس عمارة البلاط يوري فيلتون قام بدمج الطراز الباروكي مع الحديث لخلق الطراز الكلاسيكي الحديث وإنشاء البافيليون الجنوبي. في المرحلة الثانية، قام مهندس العمارة الفرنسي جان بابتيست فالان ديلامونت ببناء البافيليون الشمالي، متبنياً الأسلوب الكلاسيكي. تم ربط الخيمتين بواسطة حدائق معلقة ودور عرض لإتمام الهيرميتاج الصغير عام 1775. في متاحف الفن الحديث تحتاج لمرونة أكثر من تلك التي تحتاجها في المتاحف القديمة، والتي تجد فيها بشكل تقليدي غرفاً توضع فيها المنحوتات وغرفاً تعلق فيها اللوحات على الجدران. قامت كاثرين بشراء التحف بكميات كبيرة لتشكيل موسوعة تقارن بتلك الخاصة بملوك أوروبيين آخرين. لم يتم إكمال أول بناء بعد، أمرت ببناء مبنى أضخم بجانبه على السد. تم تسمية هذا المبنى بالهيرميتاج العظيم، والهدف منه حفظ موسوعات القصر جميعها ومكتبته. أمر حفيد كاثرين نيكولاس ببناء الهيرميتاج الجديد، وهو أول متحف في روسيا يبنى لأهداف فنية. تم افتتاحه للعامة عام 1852. المبنيان الآخران الباقيان لدى عقدة الهيرميتاج هما مسرح هيرميتاج ووينتر بالاس، وتم إعلانه متحفاً عام 1917 بعد ثورة أكتوبر التي أطاحت بسلالة رامونوف الحاكمة. في متحف هيرميتاج، ما زالت التصاميم الأوروبية تضم إيماءات قوية إلى العمارة الروسية التقليدية، بينما قاعات العرض المبهرة هي نصب تذكاري للسلالة الملكية السالفة.
لا عجب أنها لقبت باللوفر الروسي. هنالك متاحف تتمتع بشعبية من قبل الزوار، ليس فقط بسبب التحف التي تقوم بعرضها، ولكن أيضاً بسبب هندستها المعمارية. كان القرن العشرون حيزاً غنياً على الأخص في تصميم المتاحف باختراعاتها الجميلة التي أصبحت فيما بعد أيقونات للمدن التي تحتضنها. في حال المباني التي مر وقت على تشييدها، بإمكان المرء إبداء إعجابه بعظمتها وأيضاً التمحيص في الأحداث التاريخية. المتحف البريطاني، لندن، المملكة المتحدة. مع أن المبنى ليس بعظمة الهيرميتج، إلا أن المقتنيات في المتحف البريطاني في لندن يبلغ حجمها ضعفي حجم نظيرها الروسي. بالفعل يحوي المتحف البريطاني أكبر معرض في عالم المتاحف. في البدء تم تأسيس المتحف البريطاني في القرن 18 عندما قام الطبيب وعالم الطبيعة وجامع التحف السير هانز سلون بتوريث مجموعته الخاصة للملك. في الأزمنة التاريخية وجدت المتاحف لإبراز الثروة والممتلكات، وفي الأزمنة الحديثة منذ السبعينيات أو الثمانينات بدأ استخدام المتاحف لأغراض عديدة. في الأصل كان المتحف البريطاني ضمن قصر من القرن 17، والذي ما زال قابعاً في موقعه الحالي في منطقة بلومزبري في لندن، بعد أن تم التبرع للدولة بمكتبة الملك، والتي هي عبارة عن مجموعة من الكتب التي قام بتأليفها الملك جورج الثالث، أصبحت هنالك حاجة إلى مبنى جديد. صمم المبنى الجديد رباعي الوجوه والمحيط بفناء مركزي ضخم ذي أربعة أجنحة ومقدمة جنوبية هائلة من قبل المهندس المعماري الإنجليزي الرائد سير روبرت سميرك في عام 1823. صمم المبنى بأسلوب النهضة الذي يلحظ في المدخل الجنوبي على سلالم صف من العواميد والأقواس المتوجة. بكل الأحوال لم يكن سميرك عبداً للتقاليد. تم صنع هيكل المبنى بواسطة الحديد المصبوب والمثبت في الأساسات الإسمنتية. صنعت الجدران من الآجر، وتم تغليف الواجهة بالحجر الكلسي. إن أهم عنصر لأي بناء هو أن يكون قابلاً للاستعمال. أول جناح تم إكماله كرس ليكون مكتبة الملك. الغرفة الكبيرة مضاعفة الارتفاع هي صفة خاصة بما يسمى عصر التنوير. تم جعل حجمها ممكناً بالاستخدام المبتكر بعوارض الحديد المصبوب التي تدعم السقف. تم إنهاء المبنى رسمياً عام 1852، ولكن أعمال المبنى استمرت بسبب الحاجة إلى مساحة أكثر لاحتواء المجموعات. مع مرور الوقت توحدت باقي المباني المحيطة بمربع سميرك مع المتحف. في وقت مبكر عام 1857 تم بناء غرفة قراءة منفصلة في الفناء، تحفة تقنية منتصف القرن 19. تم بناء الغرفة المقدر حجمها ب 42 متراً مربعاً بواسطة الحديد المصبوب والإسمنت والزجاج، وتم تزويدها بأحدث أنظمة التهوئة والتدفئة. مع نهاية القرن 21 تم تغطية الفناء بسقف زجاجي مع غرف قراءة في منتصفه، والتي جعلت منه أكبر ساحة عامة مسقوفة في أوروبا. الجانب الأكثر إثارة في المتحف هو مقتنياته التي أتت من جميع أنحاء العالم. المقتنيات تتضمن الأثريات الرائعة من الحضارات القديمة، تماثيل ألجن الرخامية عبارة عن تماثيل يونانية كلاسيكية نقلت من أثينا في مطلع القرن 19. في التنوع الكبير لمعارضه يسلط المتحف البريطاني الضوء افتراضياً على كل حقبة في تاريخ البشرية.
المتحف الوطني للفن الحديث، باريس، فرنسا. نجد ثاني أكبر مجموعات الفن الحديث والمعاصر في العالم بعد متحف الفن الحديث في نيويورك، في المتحف الوطني للفن الحديث في باريس. المبنى الذي يحوي هذه المجموعة هو بنفس شهرة أي من الأعمال الفنية التي في داخله. بالفعل لربما سنتر بومبيدو هو أكبر مثال ثوري للهيكلية التعبيرية والمسمات أيضاً بالهندسة المعمارية ذات التقنية العالية في السبعينيات، وهي أسلوب معروف بعرض المكونات البنيوية الخارجية والداخلية للمباني. ما هو أخاذ في هذا المبنى هو ما تم عمله. لقد تمكنوا من إنشاء هذا المبنى الضخم من خلال طريقة بناء معقدة ومداخل مسقوفة ضخمة ومساحات شاسعة والتي بإمكانك أن تعرض فيها أي شيء. عام 69 أمر الرئيس جورج بومبيدو ببناء مركز ثقافي، والذي سيضم المتحف الوطني للفن الحديث ومكتبة عامة مهمة ومشاريع ثقافية أخرى، كلها تحت سقف واحد. جذبت المنافسة لتصميم المبنى الجديد أكثر من 681 متنافساً من 49 دولة. عام 71 أعلنت اللجنة عن التصميم الفائز، وكان عملاً لثلاث من مهندسي العمارة، الإيطاليان رينزو بيانو وجيان فرانكو فرانشيني والإنجليزي ريتشارد روجرز. كان ثلاثة يافعين نسبياً ومغمورين، ولكن فيما بعد تم منح بيانو وروجرز جائزة بريتسكر والأوسكار وجائزة نوبل للعمارة. تم قلب داخل مبنى سنتر بومبيدو إلى الخارج. في الخارج تتموضع جميع الخدمات من مصاعد وسلالم دوارة والتمديدات الصحية والأسلاك على إطار معدني، تاركة المجال للمساحة الداخلية الواسعة التي تخلو من الهياكل المحملة والقادرة على التكيف مع تعدد الأغراض. تم تركيز التسهيلات التي تمكن الناس من التنقل كالمصاعد وسلالم الدوارة على الطرف الغربي من المبنى باتجاه الفناء في الأسفل، ولكن جميع التجهيزات التقنية وخطوط الأنابيب تقع على الجهة المقابلة خانقة صوت حركة المرور القادمة من الشارع. كانت نتيجة ما يقارب 15,000 طن من الفولاذ و 11,000 متر مربع من الزجاج هي مبنى مبتكرا وخليفة جديرة للمباني الحديدية الرائعة. يحتفي مبنى بومبيدو بالفن وتقدم الناس، فهو مبنى مكرس للناس، مبنى ديمقراطي بالفعل. تضيء واجهة مبنى سنتر بومبيدو أربعة ألوان مميزة متبعة رمزاً وضعه مهندس العمارة. الأزرق يعني التكييف، الأصفر لتدوير الكهرباء، الأخضر لدوران المياه، الأحمر لحركة الناس كالمصاعد والسلالم الدوارة. تم إنهاء المركز عام 77، وقد سمي تيمناً بالرئيس بومبيدو الذي توفي قبل 3 سنوات. ومنذ ذلك الحين أصبح أكثر صرح يتردد إليه الزوار في فرنسا، والفضل في ذلك يعود إلى معارضه المؤثرة في الفن المعاصر ولكونه إنجازاً في الهندسة المعمارية. مستقبلياً وفي عدة مظاهر أساسية جعلت الخاصية الثورية من سنتر بومبيدو رمزاً لعمارة القرن العشرين.
إصدار عرض تيت مودرن، لندن، المملكة المتحدة. كأفضل مثال لتكييف وإعادة توظيف مبنى موجود، تضم محطة بانك سايد باور سابقاً الفن المعاصر الحديث لتيت مودرن، والذي هو جوهرة انفتاج عائلة دور عرض تيت. تم تأسيس تيت مودرن في الأصل من قبل هنري تيت، مالك عدة معامل تكرير للسكر. قام بالتبرع بمجموعته من اللوحات لصالح الأمة، مساهماً بكميات كبيرة لإعادة إعمار مبنى دار العرض. عندما تم إدخال الأعمال الفنية إلى المتحف، أصبح المبنى متكاملاً، لم يكن مثيراً للاهتمام قبل ذلك. وجدت محطة طاقة تعمل على الفحم على ضفة النهر منذ عام 1891، ولكن تم استبدالها بمحطة جديدة صديقة للبيئة تعمل على النفط في المكان ذاته عام 1947. لاحقاً تم إعادة استخدام محطة الطاقة على ضفة النهر من قبل تيت مودرن، قام بتصميمها سير جايلز جيلبرت سكوت، وهي عبارة عن مبنى مهيب ذي إطارات فولاذية وآجر مطلي في تلك المنطقة، يتألف من قاعة ضخمة تضم مولدات الكهرباء وغرفة المرجل موازية لها. في تيت مودرن لديك بشكل ما مبنى تذكاري عظيم قائم، وأعتقد أنهم استطاعوا تجنب لفت الأنظار وحفظ وتوظيف هذه المساحات الشاسعة والمدخل الواسع. كان هناك مدخنتان، واحدة في كل نهاية من المبنى في المخطط الأصلي، ولكن تم بناء مدخنة مركزية وحيدة بطول 99 متراً. وجود أي مبنى قد يقزم كاتدرائية سانت بول على طول نهر التيمز كان يعتبر ذوقاً رديئاً. تم بناء محطة الطاقة الجديدة على مرحلتين، الجزء الغربي مع المدخنة بين عامي 47 و53، والجزء الشرقي بين عامي 59 و63. ولكن تم إغلاق محطة الطاقة في أكتوبر عام 81 نظراً لارتفاع أسعار النفط والتلوث البيئي. كان هناك خطط لهدم المبنى على الرغم من واقع أن المبنى يعتبر في الأصل إنجازاً معمارياً يستحق الاحتفاظ به. لحسن الحظ عام 94 تم اختياره كموقع لدار عرض تيت مودرن. تم تعيين المهندسين المعماريين السويسريين إيرزوغ وديمورين لإعادة تصميمه، وقد حاز لاحقاً على جائزة بريتسكر للعمارة. أبقت مخططاتهم على معظم الشكل الأصلي لمحطة الطاقة، وأصبحت قاعة المولدات ردهة مثيرة للإعجاب ومكاناً لعرض منحوتات وتجهيزات ضخمة. وتم تمديد غرفة المرجل بواسطة زجاج ذي طابقين لتصبح مكاناً لدار العرض. تم بناء 7 طوابق لدار العرض باستخدام هيكل فولاذي، ولكن ما بين جدران محطة الطاقة القائمة يدعم الهيكل الفولاذي الواجهة الآجرية أيضاً. تم التحقق من مقاومة الرطوبة، وتم تركيب تحكم بيئي مع تجهيزات إضاءة دائمة وسلالم دوارة. ما يثير الاهتمام أن المبنى يأتي من زمن كان يحتفى فيه بالصناعة، وإن قمت بفعل نفس الشيء الآن، ألا وهو تحويل مبنى صناعي إلى متحف، سيكون ذلك أصعب بكثير. منذ افتتاحه عام 2000، جذب تيت مودرن ملايين الزوار كل عام، والذين أيضاً جاءوا ليبدوا إعجابهم بمسرح شيكسبير جلوب الذي يقع بجانبه وجسر ميلينيوم. إن تيت مودرن هو قصة نجاح عن التجديد المدني وإعادة تفعيل ما كان مبناً مهجوراً. ولكن قصة محطة الطاقة على ضفة النهر لم تنتهي بعد، فبعد تحويل أحواض النفط الثلاثة الضخمة الخاصة بمحطة الطاقة إلى مكان للاستعراضات والمعارض، ما زال تيت مودرن في عملية إكمال بناء من 11 طابقاً يتموضع فوق المراجل، والذي سيتيح مساحة أكثر لمكان المعرض.
اللوفر، باريس، فرنسا. وجود أكبر وأشهر المتاحف الفنية في العالم جاء نتيجة ثورة دموية، وهي الثورة الفرنسية على وجه التحديد. قصر اللوفر كان سابقاً المسكن الباريسي للعائلة الفرنسية المالكة قبل تحويله إلى متحف وافتتاحه للعامة في أغسطس عام 1793 قبيل بدء ما يسمى بعهد الإرهاب. من جهة اللوفر القديم، هو مبنى تقليدي جداً يحوي هذه الغرف والممرات والكثير من اللوحات. فإذا كنت تمشي على جهة واحدة فتمر بمئات اللوحات الفرنسية من القرن الثامن عشر والتاسع عشر، والتي من الممكن أن تعجب أو لا تعجب المرء. قبل ذلك جميع السائحين أتوا لمشاهدة الموناليزا. يقع اللوفر على الضفة اليمنى لنهر السين، ويشمل عقدة من الأجنحة والقبب التي تحيط بفنائين كبيرين، وهما الفناء المربع من عصر النهضة والفناء الأكبر منه وهو من القرن التاسع عشر ويدعى فناء نابليون. تم بناء اللوفر في مكان الحصن السابق الذي دمر في القرن السادس عشر من قبل الملك فرانسيس الأول، ليفسح الطريق لبناء المسكن الملكي، وهو الذي بدأ بتجميع المجموعات الفنية الكبيرة لتمريرها إلى أجيال العائلة الفرنسية المالكة. تضمنت مقتنياته أشهر لوحة عالمية في يومنا هذا، الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي. قاموا بتجديدها بواسطة هرم زجاجي، وهو نوعاً ما أسلوب لاحق الحداثة كما تعلمون، ويبدو المنظر جميلاً من الداخل. كان المهندس المعماري للقصر الجديد بيير لوسكو، وأقدم جزء من اللوفر يحمل اسمه اليوم. هندسة عمارة جناح لوسكو تأثرت بالأسلوب المتكلف بشكل يشبه دار عرض يوفيتزي في إيطاليا القرن السادس عشر. مع مرور الوقت تطور المسكن الملكي تدريجياً بالأسلوبين الفرنسي الباروكي والكلاسيكي. تم الوصل ما بين بالي دو تويلري وقصر اللوفر، وأكمل المهندس المعماري كلود بيرالو الفناء المربع بصف أعمدة مصنوعة ببراعة. في القرن التاسع عشر خضع متحف اللوفر الذي كان مفتوحاً للعامة لأكبر عملية توسيع في التاريخ، وتمت إضافة جناحين يمتدان إلى الغرب مشكلين فناء نابليون. عام 1871 أخذ متحف اللوفر شكلاً يقارب شكله الحالي. حان وقت الدفع، فقال انتظروا لحظة سنضع مدخلاً في المنتصف، بعدها لنبدأ بالتوسع من هناك. في نهاية القرن العشرين تم تحديث المتحف مجدداً، وتم بناء المرافق أسفل فناء نابليون مع المدخل الرئيسي للمتحف متموضعاً الآن في المركز. وبشكل مثير للجدل، عام 89 تم تزيين المدخل بهرم زجاجي وفولاذي صمم من قبل المهندس المعماري الأمريكي الصيني آي إم باي، وأشرف أيضاً على عمليات الترميم في الجناح الذي حوى سابقاً وزارة المالية الفرنسية. هذا يعني أن عقدة قصر اللوفر بأكملها أصبحت متحفاً فنياً. يقوم متحف اللوفر اليوم بعرض أكثر من 35 ألف عمل فني، ومجموعته من اللوحات الفرنسية من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، والتي لا مثيل لها. ولكن المكان غني بالأساليب المعمارية والأعمال الفنية أيضاً من حقب عظمى في تاريخ العالم. منذ 30 عاماً كان المدخل الهرمي يستقبل 4.5 مليون زائر كل عام.
الآن يستقبل ضعف هذا العدد، مما يجعل اللوفر ثاني أكثر متحف تتم زيارته في العالم بعد متحف القصر في بكين، والتي هي محطتنا الأخيرة في البرنامج. متحف القصر، بكين، الصين. متحف القصر في بكين هو أكثر متحف تتم زيارته في العالم، كمتحف اللوفر في باريس والهيرميتاج في سانت بيترسبرغ. يقع ضمن قصر، ولكن كل مختلف في تصميمه. يقع متحف القصر في المدينة المحرمة، مسكن الأباطرة لما يقارب 5 قرون في مركز بكين. إنها طريقة تفكير فلسفية، وأعتقد أن المدينة المحرمة بأكملها مبنية على هذه الفلسفة. بعد أن أصبحت جودي من سلالة مينغ إمبراطور الصين، أمر ببناء قصر ملكي في بكين. تم بناء القصر في الفترة ما بين 1406 و1420، وبعد قرون في عام 1925 تم التصريح عنه كمتحف القصر بعد أن أطيح بالإمبراطور الأخير وتأسست الجمهورية الشعبية في الصين. في ذلك الوقت تم إدراج أكثر من 1,000,000 تحفة في مجموعة المتحف، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من 1,800,000. وهو موقع أثري لليونسكو منذ عام 87. تبلغ عقدة المدينة المحرمة 72 هكتاراً ذات جدران مستطيلة بقياس 961 متراً من الشمال إلى الجنوب و 753 متراً من الشرق إلى الغرب، ممتدة على طول محور مركزي شمالي جنوبي، وهو يتبع النظام التقليدي الصيني للفانغ شوي. هنالك المئات من الردهات والقصور المصنوعة من الخشب والحجر الأحمر والرخام الأبيض بحواف مطلية وعوارض منحوتة مغطاة بأسقف صفراء اللون، ممتدة على كلا جانبي الطريق الملكي المركزي. وتم تدعيم المباني بهياكل خشبية، ما جعلها عرضة لاندلاع الحرائق. فكانت أعمال التجديد رائجة على مر السنين، وعلى الرغم من كل الأعمال ظلت مبقية على التصميم الأصلي. كانت السقوف مصنوعة من القرميد، وفي المدينة المحرمة صفراء اللون جميع السقوف تقريباً لونها أصفر. في داخلها هنالك فناءان كبيران، الفناء الخارجي لمحكمة الإمبراطور وجمهوره الكبير، والفناء الداخلي سكني. لدى كل جدار في المدينة بوابة، ولكن المدخل الرئيسي دائماً ما كان من الجنوب من خلال بوابة الميريديان، وهي من أطول المباني في العقدة بأكملها. خلف البوابة يمتد فناء يحوي النهر الداخلي الذهبي الذي تجتازه 5 جسور رخامية بيضاء. يؤدي النهر إلى بوابة التناغم الأسمى، وبدورها مفتوحة على الفناء الخارجي. يحوي الفناء الخارجي 3 ردهات، إحداها ردهة التناغم الأسمى في مركز المدينة المحرمة، وهي الأكبر والأكثر وقاراً. تعمل كقاعة العرش الإمبراطوري، وتم تزيينها ببذخ. تزخرف التنانين الذهبية خارجها وداخلها، والتماثيل العشرة الصغيرة الموزعة على كل زاوية في السقف تفصح عن نسبها الإمبراطوري.
بمجموعات تمثل 5000 عام من الحضارة الصينية. متحف القصر هو تحفة من فن العمارة الإمبراطوري الصيني الخاص بالقصور، وهو يظهر فخامة سلالات الأسر الحاكمة مينغ وتشينغ. هنالك تنوع كبير في المباني التي تحتضن أكثر المتاحف التي تتم زيارتها في العالم، ولكنها تتمتع بشيء مشترك، فجميعها مكرسة لحفظ وتمرير الإرث الثقافي للأجيال القادمة. لفعل ذلك أوجد مصممو المتاحف باستمرار طرقاً جديدة لعرض مجموعاتهم، أحياناً بإنشاء مباني جديدة وجريئة، وأحياناً أخرى بإعادة تطوير وترميم مباني تاريخية وقديمة. في كلتا الحالتين لا شك إن متاحف كهذه تمثل أرقى الإنجازات في تاريخ العمارة.